روضة قعدان طلعت من البلاد الأسبوع الماضي لتفقد آثارها في فرنسا. هذا هو العنوان اللي وصلنا من الشابة ياسمين اللي أشارت إنه أمها روضة تائهة في باريس من عدة أيام. ياسمين متواجدة عبر سكايب معنا حتى نفهم منها شو اللي صار وهل في أي أخبار جديدة عن أمها. يعطيك العافية ياسمين. الله يعافيك، شكرا. السلام. شو اللي صار مع الست روضة؟ طلعتوا من البلاد وانت كيف ضاعت في باريس؟ انت احكي لنا القصة. أول شيء كان تاريخ الرحلة في 6 يعني شو احنا التاريخ في 6/10 في 6/10 كانت الساعة طبعا بعد الفجر، الطيارة كانت عندنا طالعة بعد الفجر. طلعنا وصلنا المطار، فتنا على الطيارة وكل إشي تمام. كنت أنت وياها لحالكم؟ لحالنا. كيف ضاعت؟ ضاعت في منطقة تانية، يعني إحنا مستأجرين، إحنا يعني حاجزين الرحلة لثلاث مواقع، ثلاث مناطق اللي هي أمستردام، باريس، بلجيكا. يعني احنا حجزنا على ثلاث مناطق اللي هي سفر، يعني رحلة منظمة لثلاث مناطق. فقدت في باريس كيف؟ كنا احنا طبعا وقت ما نزلنا على باريس احنا بنجتمع طبعا في هذا جروب، بنجتمع في موقع معين، فاحنا كل اغلب الجروب كنا 6 تقريبا، اغلب الجروب كل واحد راح في مكان. احنا وبعض يعني كمان أكم من صبي وشاب طلعنا مع بعض على أساس ناكل. دخلنا المكدونالدز، أكلنا كل إشي تمام، خلصنا أكل، دخلنا كل واحد على المرحاض، خلصنا من المرحاض واستنينا أمي كمان 20 دقيقة ما تخلص المرحاض وتيجي تقعد يعني في المرحاض وكل إشي. بعد ما طلعنا من المرحاض طلعنا على الأساس نمشي في الشارع في اتجاه نفسه. مشينا طبعا، امي عندها معروف يعني عندها مرض نفسي، ف على طول ذهنها يعني بشرد. ذهنها مش معها، مشرد لما بتقولي مرض نفسي عم نحكي على اي مرض او حاله نفسيه بتعاني منها والدتك؟ سوزوفرانيا، انفصام في الشخصيه. طب هاي حاله بتتطلب يعني متابعه وانتباه، يعني لو كانت مزبوط. معي بمطعم كنت بخليها بايدي. شوف المشكلة كمان في المرض المهي الموجودة فيه إنها ما بتعطي مجال إن حدا يتعاون معها، يعني لا في أكل ولا إنه حدا يوقف معها ولا إنه حدا يمسك في إيدها. يعني طلعتي متوقعة إنه ممكن أمك تضيع ياسمين؟ يعني طلعتي مع توقعات إنه أمي ممكن ما تردش علي بسبب حالتها النفسية وتضيع مني؟ لا. ضاعت قبل في أماكن أخرى؟ صارت هاي ضاعت عندنا في اسرائيل، يعني احنا نكون جديدين في اسرائيل، ضاعت هناك وطبعا لمده يومين وكان علينا عذاب جدا، عذاب كبير يعني بنساش هذاك الايام، كانت صعبه علينا جدا. تعال نحكي على اسها، امك في باريس بدون مصاري حسب معرفه، بدون وعي كامل. صحيح. انها تقدر تندل وتتساعد من الناس. كم يوم صار لها ضايعه؟ خمسة أيام. السفارة عرفت في 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 حراك معين عم بصير للبحث عنها؟ السفارة بتعرف، طبعا الشرطة في إسرائيل بتعرف، الشرطة الفرنسية بتعرف، احنا عم نوزع منشورات هين، عم نكون بالبحث الكامل عليها، لأنه طبعا أمي مش موجودة في موقع معين، يعني شانزليزيه موقع اللي هو كتير كبير، شارع اللي هو كتير كبير. سؤال، إذا بعدها يعني بعد خمسة أيام موجودة في نفس الشارع، على أمل إنه وصلت الرسالة وهالمناشدة كمان لكل المتابعين للبرنامج، حتى لو كانوا في فرنسا أو ممكن يكونوا يعني بأي طريق ما بتعرفي، ممكن الطريق الخير من وين تبلش. الله يطمن قلبك يا ياسمين ويطمن قلب العائلة. آمين. وإن شاء الله بتلقوها بصحة وخير. آمين. تسلم. شكرا إن شاء الله يا رب. رح نتابع أكيد. شكرا.